رواه ابن ماجه بسند حسنه الامام الالباني رحمه الله تعالى من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم هذا ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله ولا ترفعوني إلى فوق ما أنزلني الله عز وجل. الحديث يا جماعة من أعظم الحديث التي تقطع دابر الغلو وتقطع شجرة الشرك من أصولها وجذورها، لأنه ده النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر وأفضل الأنبياء والرسل عليه وعليهم جميعا الصلاة والسلام، رغم أنه أفضل البشر قال لهم قولوا بقولكم هذا ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله. إذا كان جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما رضى ونهى وحرم على الناس إن يرفعون فوق المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها، إذا كان ده الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف قلل به الناس ما رسل ولا أنبياء ولا أولياء ولا صالحين، إنما فكية وسحرة وطواغيت وشيوخ طرق. الواحد يقول لك في كربك أنده بدغيثك جنده، يعني لشيخك قال شيخك ده في كربك لما يحصل لك كرب ومصيبة تنده، يعني تدعو وتنادي من دون الله سبحانه وتعالى وما تنادي الله. في كربك أنده بدغيثك جنده، قال لا تضحك عنده حتى الضحك، انت قاعد عند ابوك الشيخ مجرد ضحك ما تضحك، مع انه في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أما ترضون أن تكونوا، قال للصحابة في صحيح مسلم وليس البخاري، قال للصحابة أتدرون مما أضحك؟ قالوا لا يا رسول الله، فحكى لهم النبي عليه الصلاة والسلام قصة الرجل الذي دخل الجنة فقال الله عز وجل له ما تريد؟ قال أريد أن أزرع، أريد أن أزرع، قال الله أولست فيما أعطيت؟ يعني أي حاجة بدوك ليها تقدر تزرع عليه؟ قال نعم يا رب ولكني أحب الزرع، قال فزرع فصار الثمر أمثال الجبال، يعني مثلا لو زرع بطيخ لو زرع طماطم مثلا ضربي مثلا لتقريب الأفهام، الواحدة من الثمرة ولكن ده في الجنة ما هي ثمرة الدنيا، الواحدة بقت قدر الجبل. فقال الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وضحك الصحابة رضي الله عنهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الصحابة لو حكى النبي صلى الله عليه وسلم شيء يتطلب الضحك والتعجب كانوا يضحكون رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ده قال في كربك أنده شيخك ده الجماعة دين، قال لا تضحك عنده، عند أبوك الشيخ بس تكون مكشر كده أصله ما تضحك، ولو حد يقول كده والله لأنه أبوك الشيخ عفن عفن لو 7 شهور ما استحمى أنت تضحك ليه شنو؟ وراسه ملان قمل مفلفل شعره، ما شفتهم في حمد النيل؟ واحد بكب التراب في راسه، الآن بقى يصوروا الوساخة والعفانة بتاعتهم يصوروها بالفيديو، شو نازل
بولدها كيف، يصوروها بالفيديو وينشروها في الواتساب وفي اليوتيوب. واحد درويش مفلفل شعره ما شفته، يشيل التراب يكبه على راسه ويقول الفاظ من أسوأ الالفاظ. فده نموذج من نماذج الغلو في الاشخاص، وما هم الا طواغيت ودجالين وسحرة وفكية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له انت، قالوا له يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال لهم قولوا بقولكم هذا ولا يستهوينكم الشيطان، انما انا عبد الله ورسوله، ولا ترفعوني فوق ما انزلني الله عز وجل. ده نص الحديث عند ابن ماجه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما ترفعوني في مكانه اعلى من المكان الختاني فيها ربنا. يجي الليله شيخ طرق وناس سحره فوق يا دجالين ساكت، يقول لك انا عرشها والكرسي انا للسما بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم اطفيها. قال لو ما خجلان من الله ساكت كان نار الجحيم نار جهنم قال كان طفاه. وده لو ما كفر بالله، ده هو القبليه، لو ده ما كفر بالله الكلام ده والحاد، وروني الالحاد والكفر كيف، وروني الالحاد والكفر كيف. ده كفر والحاد. ناس بيدعوا الالوهيه وبيدعوا الربوبيه زي ما قال شيخ الطريقه البرهانيه محمد عثمان عبد البرهاني في كتابه ديوان شراب الوصل. نحن نبديك الكلام بنديك له باسماء الكتب من الكتب بتاعتهم ذاتها ومن المصادر. قال اجود على ام لترحم طفلها فرحمه من في الكون من بعض رحمتي. قال انا البجود على الام وبنزل لها الرحمه عشان ترحم طفلها ورضيعها، والرحمه حقت الله ما حق الشيوخ الطرق من السحرة والطواغيت، لأن ربنا سبحانه وتعالى أضاف الرحمة إليه، الرحمة الكاملة. قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وكان أي الله سبحانه وتعالى كان ولا زال وإلى الأبد سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ده قال أنا ما الله. قال أجود على أم لترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمتي، مع أنه ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء. ده الله ما شيخ الطريقة. شيخ الطريقة البرهانية قال فرحمة من في الكون من بعض رحمتي، يعني دار يخد نفسه كإله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وده أيضا شرك وكفر. حتى المشركين الأوائل ناس أبو جهل وناس أبو لهب وناس عقبة ابن أبي معيط وغير من المشركين الأوائل ما قالوا كلام زي ده، ولا ادعوا الألوهية، ولا واحد فيهم قال أنا الله إلا فرعون قال أنا ربكم الأعلى. فالدين بتاع هؤلاء الطرقيين والدجالين أصلا ده دين فرعون يا جماعة، لازم تعرف المعلومة دي. لأنه لو راجعت كلام شيوخ الطرق كلهم، كل شيخ طريقة بيقول أنا الله أنا الإله، وذاك يقول أنا الواحد الأحد ذاته، زي ما جاء في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية. قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا الواحد، انتبه، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. وبعد ده قال وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كيما يعرفون طريقتي. قال أنا الواحد الأحد ذاته، أنا الله، لكن قال لسه ما افتخرت، لسه ما تكبرت. قال وده يا جماعة والله ده واقعنا الليلة في البلد دي في السودان، وما السودان براو، دول كثيرة مسيطرين على الطرق ومسيطرين على عباد القبور والسحرة والدجاجلة والسحر ده ذات، والسحرة ما هم إلا شيوخ الطرق. ده الأمة السحرة ذات، قال السحرة الناس اللي بيعملوا السحر، عرفته؟
وبيفرق بين المرء وزوجه، والناس اللي بيسووا البلايا والمصائب والحجبات والتمائم زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ده كله شرك بالله وكله كفر بالله. ليه؟ لأنه خلاصة هذه الأشياء أنها تؤدي بالعبد إلى الاعتماد على غير الله، وإلى التوكل على غير الله، وإلى عبادة غير الله، غير الله سبحانه وتعالى. دي خلاصتها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. عشان كده من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا عبد لله ورسول لله عز وجل، وصلى الله على نبينا وسلم، قال: ما ترفعني فوق ما أنزلني الله عز وجل. ومثل هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى أطروا ابن مريم كيف؟ الإطراء يعني ترفع الشخص أو العبد مكان فوق مكانته. والغلو إنك تزيد فيه مدحا أو ذما زيادة. المهم على تعريفات عند العلماء. والغلو والإطراء في النهاية مجاوزة الحد بالشخص، إنك ترفع فوق المكانة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاثنين، عن الغلو والإطراء في حديث أنس اللي قاعدين نشرحه، قال: ولا ترفعوني فوق ما أنزلني الله عز وجل. يعني لا تغلو ولا تطروا. ليه؟ لأن النصارى أطروا في عيسى بن مريم لحد ما قالوا: عيسى هو الله الواحد الأحد. فربنا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وما كفر النصارى بس، أي زول يقول شيخ دا هو الواحد أو شيخ دا بدي الجنة، ده كفر بالله. ما زي ما قال الطرنقع ده قبل شوية، قال الشيخ بيقلب، وده بيسموه قلب الأعيان، الله يقلب لونك. قال ده بيسموه قلب الأعيان، قلب الأعيان. قال راجع كتب ابن تيمية، ابن تيمية قال الشيخ بيقلب البيت ولد. وين قال؟ وابن تيمية ما كفر الصوفية وحرشوا الحاكم عليه وسجنوا ومرق لحد ما مات في السجن، إلا لأنه حارب الشركيات دي. أنت قال حارب شنو؟ أنت قال الموضوع كان في شنو؟ الموضوع كان في التوحيد ومحاربة عبادة القبور. ده موضوع ابن تيمية. تكذب على ابن تيمية تقول ابن تيمية قال بيقلبوا الأعيان، الله يقلب عينك يا مستهبل يا جاهل. وين قالوا؟ راسل كتب من سنة تريس ما حصل فتح كتاب فيها. كتب لما بالشمس بقى صفر، والله بقى صفر، واحنا ما عارفين هذه كتب ذاتها هي جايبه من وين. انت انجيل تورات محرفات، ده شنو ذاته؟ زول عجيب ساكت. وين ابن تيميه قال؟ ربنا قال. ثاني في كلام بعد كلام الله. الله قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. بعض اهل التفسير قالوا: لا تبديل لخلق الله، مقصود بها ومقصود بها ومقصود بها. والبعض الآخر زي الشيخ السعدي، الشيخ السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قال: لا تبديل لخلق الله تشمل، في خلاصة كلام السعدي رحمه الله، تشمل إنه ما بيقلب المخلوق من مخلوق إلى مخلوق. الله خلق بيت ما بزول بيقلبه ولا إطلاقا. ما زي ما قال شيخ الزريبة، قال: له سلم يا ولد القلب البيت شنو؟ القلب البيت ولد. ده كلام كذب وكلام ما صحيح. وربنا حسم المسألة دي. ربنا قال: لا تبديل لخلق الله. وأي إنسان يزعم من التقالب قول بتقلب قالب ولد ليه؟ ده سؤال ذاته. قالب ليه؟ السبب شنو يعني؟ عشان تشوف إنه الكلام ده كلام باطل وكلام كذب كله، وإرهاب من عباد القبور هؤلاء. وبفضل الله عز وجل عباد القبور كلهم وعباد القبر كتمت فيهم في البلد دي بفضل الله سبحانه وتعالى، لحد ما قالوا الرب
والله كتمت فيهم كتمة تمام بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى العوام بقوا يردوا على هؤلاء. ولا تفتح مقاطع تلقى العوام براهم بيردموا لك الصوفية دي الردم. ولا نحن ذاتنا لما نقرب نقول لهم فرملوا حبة. ناس شباب شباب جزاهم الله خير، شباب زي الورد زي ما قالوا، يغموا الجماعة دي الجغم بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن ذاتنا بقينا ما نحتاج نرد كثير، لأنه بفضل الله سفينة التوحيد دي مشت مشي تقيل. انت قال المزعل ده ليه؟ مرة جاب له ومرة شغلها وما صفقوا له والصفقة كانت تعبانة. أهو دي المرة شرك وخيابة وبطالة. أنا أول مرة زولي أشوف زول يدعو إلى الشرك وخايب في النهاية، يدعو إلى الشرك ومع الشرك خايب. عرفته؟ يجيب النسوان يشغل لنا النسوان. هسه ده هسه ده خل الدين كده دقيقة، ما حنجيب آية ولا حديث، بس بالعقل ساكت. يا أخي سودانية سودانية ساكت. يا جماعة هل من الرجالة زول يقدم مرة قدامه يشغل الشريط بتاعها ويخليها تتكلم وقاعد يسمع؟ يعني دليلك مرة؟ ده الدليل؟ يا أخي احنا من الصباح نقول قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يشغل له مرة، مرة كمان تعطش له الجيل. إن الجزيرة ما الجزيرة وهو قاعد مستمتع. ما هو ليس بعد الشرك ذنب اصلا، عرفته؟ ليس بعد الشرك ذنب. والله ده اكبر دليل انه الشغله دي مشت بفضل الله سبحانه وتعالى. مشت مشي ثقيل. وبعدين انا مبسوط جدا انك انت شغال شغل زي ده ولم يحضر لك احد بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه ذات التوحيد ده ما بيزداد لذه وحلاوه الا اذا لقى معارضه. الا اذا لقى معارضه. بالله عليك الاسبوع الجاي تعال بدري. بدر من بدري، لأن الشغل ده كده يا دوب نحن بنسخن وبيكون فيه ردود وصواريخ ثقيلة من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نفتح القرص على الشيخ أبو بكر.